صباح الخير وأهلا بكم إلى كلام بيروت. الملفان اللذان تصدرا صحف بيروت اليوم هما النازحون السوريون ومشروع سلسلة الرتب والرواتب، فيما أبرزت الصحف أيضا الانتخابات الفرعية في كسروان وطرابلس وموضوع مشروع الموازنة وأحوال الاقتصاد، كلها عناوين سأتابعها مع ضيفي عضو مكتب التثقيف السياسي المركزي في تيار المستقبل الدكتور أكرم سكري. صباح الخير، أهلا وسهلا بك. شكرا ستر الله. شكرا. صباح الخير. الموضوع الأبرز كما أشرت هو موضوع ما يجري في عرسال أو ما يتوقع أن يجري في عرسال معطوفا على أزمة النازحين السوريين. بداية الحلقة مع عنوان مقالة يحيى جابر بجريدة الشرق يلي كتب عن عرسال: أمر واقع أم خيار محتمل؟ أي من الاحتمالين برأيك؟ في أمر واقع لابد من هذه المعركة إلا طرد المسلحين من جورة عرسال. عفوا، استحق وقتها، يبدو هيك إذا ما انتهت بالمفاوضات حتنتهي بالحرب. نعم. كل الثقة بقيادة الجيش، هالشي يعبر عنه دولة الرئيس الحريري بهالموضوع، بأنه هالمعركة ما تتحول لغير وظيفة، مثل ما كان في محاولة بقبل 2014 وقت اللي طلب أنه يصير في قصف للمسلحين بداخل عرسال. إن شاء الله أنه يكون قيادة الجيش عين ساهرة، والقيادة السياسية طبعا لتيار المستقبل وللحكومة بحالة استنفار تام حول ما يمكن أن يجري بهالموضوع، لأنه المساس بالمدنيين كانوا من أهالي عرسال أو من ضيوفهم الإخوة السوريين، هالشي ممنوع بالمطلق، تداعياته بتكون كتير خطرة. يعني البلدية اليوم يعني ومنطقة عرسال بشكل عام تعيش حالة من القلق الشديد. أستاذ أكرم، رئيس البلدية باسل الحجيري بيقول الأهالي يخشون من السبت المقبل من أن تمتد أي معركة محتملة إلى داخل عرسال بطريقة أو بأخرى، أو أن يقوم الداخل في عرسال بشيء، بحسب جريدة الحياة. لكننا نراهن على وعي أهلنا العراسلة واللاجئين السوريين. هل المخاوف يلي عبر عنها رئيس البلدية بمحله يعني، وهل تاليا يخشى من أن يكون هنالك هدف لتوريط العراسلة فيما ليس لهم؟ بالتأكيد حقهم يكونوا قلقانين، وحقهم يكونوا عم يعني يحسبوا كتير لشو ممكن يصير، لأنه هن انكووا سابقا بهالموضوع. نعم. بمحاولات سابقة وفعاليات عرسال تعرضت لمحاولة اغتيال أصلا بمنطقة مع طريق النبي عثمان اللبوي سابقا، يعني بعد 2014. نعم. فمن حق أهالي عرسال يقلقوا، بس الضمانات هي من قيادة الجيش، ومن قيادة الجيش وحدها بقيادة طبعا يعني القيادة السياسية للبلد والحكومة يعني. فإن شاء الله بيكون هالشي مطمئن لأهالي عرسال أولا وللضيوف السوريين اللي موجودين بعرسال. نعم، نفس الموضوع حكى عنه عباس صباغ بالنهار يلي قال في حال استنفار واسعة لدى عناصر حزب الله وهم ينتظرون إشارة السيد لبدء معركة تطهير الجرود من الجماعات التكفيرية. كلام الأمين العام لحزب الله الأخير بهذا الخصوص، واللي قال فيه أنه هاي آخر مرة رح يحكي فيه عن عرسال، بأي خانة تضعه؟ واضح أنه هي بخانة الضغط لتنفيذ لإجراء المفاوضات والوصول بنتيجة المفاوضات مع بعض المسلحين تابعين لجبهة النصرة لإخراجهم سلما من منطقة جورد عرسال. والمعركة مع الجماعات الثانية اللي هي جماعات داعش يبدو أنها معركة حتمية لحد هلا. هل أنت مع أنه يصير تنسيق بين الجيش اللبناني وحزب الله بهذا المجال؟ أكيد لا، لأنه نحن الجيش اللبناني جيش لبناني، يعني هذا عنده شرعيته، وبالتالي هو المعني بتحرير الأرض. هلا من بالمقابل فيه من الجبهة السورية، يعني في الجيش السوري في حزب الله تحصيل. نعم. حاصل موجودين ها، وحيكون بس بالنتيجة هالمعركة يبدو لابد منها، وهالمعركة. نعم. حتكون توصل لنتيجة ولا غايتها. الأهم أنه يكون في دراية كافية عند قيادة الجيش أنها تمنع أي احتمال لدخول مسلحين على قلب عرسال، لأنه. نعم. هالشي بورط عرسال بمواجهة منا فيها لأنه جريدة الديار اليوم إبراهيم ناصر الدين بقول أنه الحزب حزب الله منه معني
بتقديم أي ضمانات يعني حول المعركة، وهو يستكمل ما تبقى من استعدادات بسيطة للحسم بأسرع وقت ممكن. حزب الله كمان رح يفوت بهذه ضمانات مطلوبة من الجيش اللبناني مش من حدا تاني. ودور حزب الله هون كيف ممكن النظر إليه؟ هذا شيء بين حزب الله والجيش، بس أنا كمواطن لبناني ابن المنطقة نعم وكابن عرسال بقول أنه أنا ضمانيتي اللي بيخدها من الجيش اللبناني من القيادة السياسية للبلد مش من أي طرف تاني، لأنه التجربة بال 2014 كانت يعني كافية لتقول لي أنه اللعب المخابراتية ممكن تورط عرسال بشيء. نعم، في هذا الإطار تضع الكلام عن أنه بعد القرار السياسي ما اكتمل أو ما نضج، يعني لأنه بما أنه عم نحكي عن الديار أيضا بتقول أنه التأخير بالحسم مرده رفض تيار المستقبل والقوات اللبنانية إعطاء الضوء الأخضر للجيش للقيام بهذه العملية، يعني بعد ما في قرار سياسي من الحكومة. ليش دائما في غمز من قناة تيار المستقبل دكتور سكرية انه ما عم تعطي هذا الضوء الاخضر بصراحة اكثر من اللي عم بيقوله الرئيس الحريري بهالمجال؟ مش اول مرة هالشي بيصير، بعبرة صار في لعبة على التناقض ومحاولة ذر الرماد في العيون انه البيئة الحاضنة لتيار المستقبل ضد الجيش، علما انه وقت مخيم نهر البارد البيئة الحاضنة لتيار المستقبل كانت خلف الجيش ومع الجيش، علما وقتها غير تيار المستقبل بعض قيادات حزب الله قالوا انه مخيم نهر البارد خط احمر لانه كان شاكر العبسي وفتح الاسلام مستوردين من خارج الحدود لحتى يعملوا حاله يعني متوتره وحاله متطرفه بشمال لبنان. موقف تيار المستقبل كان واضح والقرار السياسي كان واضح بالتصدي لاي بيئه متطرفه بالبيئه الحاضنه لتيار المستقبل. فمشان هيك هلا في تكرار المحاولة لضرر الرماد في العيون بين الجيش والقيادة السياسية للبلد. من يقنع هال يعني هذه المحاولات؟ مين بعد بتقنع اليوم؟ أنا بعتقد إنه المفترض المحطات اللي مرق فيها هالبلد واللي أكدت حماية السلم الأهلي هي كان ثابتة من ثوابت تيار المستقبل وتأكدت قلت بتصدي لها أولاً شكل العبسي وفتح الإسلام من جهة، ثانياً بتخلي عن أحمد الأسير اللي كان ممكن يشد بعض الشباب وبعض البيئات اللي متحمسه زياده عن اللزوم. هالشيء حمس سلم الاهلي بالبلد، اللي حمس سلم الاهلي بالبلد لحد هلا هو موقف سياسي لتيار المستقبل. والا الطرف الثاني موجود بلبنان وما صار في حرب اهليه، فهل هلا نحن بدنا نورط الجيش بشيء منه ما لازم الجيش يفوت فيه بعرسال؟ انا ما بعتقد انه قياده الجيش حتسمح بهالشيء. اللعب على التناقض موجود من اطراف سياسيه موجوده نعم. ولكن قياده الجيش حتكون حكيمه وقادره تحمي عرسال وتحمي اللاجئين السوريين اللي بعرسال. قرار الحسم بحسب نبيل هيثم بالجمهوريه مغطى بضوء اخضر ليس فقط داخلي بل دولي، لانه هذا الورم الخطير يتهدد كل لبنان وعلى وجه الخصوص المناطق السنيه بعرسال وغيرها يلي كادت تفقد نفسها. يعني هون بيقول بهذا المقال انه اول مناطق رح ترتاح هي المناطق حيث الاغلبيه السنيه. بالتاكيد البيئه الحاضنه لتيار المستقبل مع ضربها والمسلحين الموجودين بجبهه عرسال، ولكن بنفس الوقت حمايه المدنيين من اهالي عرسال وضيوفهم. نعم هي ثابت من الثوابت، ولا نهار كان موقف تيار المستقبل غير شكل بغير اتجاه، على طول هو بحمايه السلم الاهلي بالبلد وهو اللي حمى السلم الاهلي بالبلد تاريخيا لحد هلا. هل بتشوف في ترابط بين هذا الموضوع والحكي عن تقدم الاحتمال العسكري مع ضروره حل ملف النازحين السوريين؟ في ترابط بين المسالتين ام هو محض تزامن صدفه؟ ما بعتقد في ترابط، الاولويه هي طرد المسلحين من الجرد، هذا قرار سيادي لبناني. ليش تحرك هلا ملف عوده النازحين بهالقوه؟ ما بيمنع، ولكن موضوع عوده النازحين وكيفيه العوده نعم والاتصال مع الحكومه السوريه او عبر الامم المتحده، هالموضوع في وجهات نظر مختلفه بداخل الحكومه. ما بعد انا حيكون موضوع للحسم هلا، يعني هالموضوع حينحط على الرف لفتره بعدين بينشاف كيف. اما العمل مع الامم المتحده لعوده النازحين
هالشيء مطلوب طبعا يعني. لانه الدكتور سمير جعج امبارح بلقاء مع الاعلاميين قال انه حان وقت عوده النازحين وما في مشكلة عند القوات اللبنانية بتفويض اللواء عباس إبراهيم، وأن القوات اللبنانية أعدت مذكرة وستوزعها على بعض الكتل الصديقة لتضع ملاحظاتها على هذا الملف. عم بيصير في تنسيق بين تيار المستقبل والقوات اللبنانية؟ بالتأكيد في تنسيق حول كل الملفات، يعني مش بس حول ملف واحد، ولكن موضوع اللاجئين في خط أحمر. لن تأخذ قرار الحكومة اللبنانية بالتواصل مع الحكومة السورية، هذا موضوع ثابت. نعم. وتحت هالسقف كل شيء يمكن الحديث حوله. نحن مع عودة اللاجئين السوريين لديارهم ولبلادهم ولمناطقهم، ولكن الطريق الأسلم والأضمن لهم ولمستقبلهم هو عودتهم عبر جهات دولية، يعني أي الأمم المتحدة، لتضمن سلامتهم. من ينتقد هالموقف بيقول انه شو بيصير اذا صار تواصل مع النظام السوري؟ ما صار قبل بموضوع مخطوفي اعزاز راهبات معلول، لانه هلا ليش ما بيصير تواصل امني مش تواصل سياسي؟ من يطالب بالتواصل السياسي ماذا يريد؟ الى اين يريد ان يصل؟ يريد ان يقدم خدمه مجانيه للنظام السوري. خدمه من اين نوع؟ بال 2011 الحكومه اللبنانيه اخذت قرار بالنقي بالنفس عن التدخل بالقضايا السورية، وما تزال هالقرار صالح. نحن مع سياسة النقي بالنفس عن صراعات اللي عم تصير بسوريا، صراعات محلية سورية، صراعات إقليمية، صراعات دولية، ما لازم نكون نحن كلبنانيين طرف فيها. فنحن موقفنا كحكومة ثابت غير متحرك بهالموضوع، لن يكون هناك تواصل سياسي مع الحكومة السورية، وهذا موضوع خلافي. لذلك بعتقد أنا حيبعد بالمناقشة عن الحكومة. تواصل أمني عم بيصير مع النظام السوري بالأصل، يعني الهدف هو تعويم النظام السوري؟ الهدف هو تقديم خدمات مجانية للنظام السوري من بعض القوى السياسية، نحن منا معه. يعني وكيف ممكن هالقوة تستثمر هالخدمات لبنانيا؟ لأنه مجرد ما انطرح الموضوع بطريقة رسمية حيصير فيه طرح لموضوع تاني، هو عودة النازح السوري. طيب عودته لمناطق، أي مناطق؟ نعم. وإذا هالمناطق مهدمة مين بيعمرها؟ ومين من بده يجي التمويل؟ هي موضوع النظام السوري بيعتبر أنه الضغط على لبنان بهالموضوع ممكن يأمن له تمويل من جهات دولية. نحن منا بوارد نقدم خدمات مجانية لهالموضوع. بموضوع متصل، مسألة العملية اللي الغير مسبوقة اللي صارت بعرسال قبل أسبوعين والحديث عن دور الجيش في هذه العملية، اليوم حسام عيتان بجريدة الحياة حكي عن ما وصفه بزج الجيش بعمليات غير محسوبة سياسيا، وبيقول الخطر على الجيش اليوم يكمن من محاولة الطبقة السياسية استغلال اختلال التوازن الحالي، يقول بين هلالين، ضعف الزعامة السنية على وجه التحديد لتوظيف المؤسسة العسكرية بسياق الغلبة السائدة لمصلحة قوى الممانعة ومشروعة. بتوافقوا بهذه القراءة؟ ما بوافقوا للأستاذ حسام، لأن الضعف، حالة الضعف كانت لحظة الأضعف فيها تيار المستقبل، كان لحظة إسقاط حكومة دولة الرئيس سعد الحريري ب 12 كانون تاني 2011. نعم. هاي اللحظة وقت اللي قيل من قبل جنرال عون، كان قبل ما يصير جمهورية، وان واي تيكت لدولة الرئيس. نعم. بعد منها حكومة الرئيس ميقاتي، حكومة تمام سلام، صار في صعود للبيئة الحاضنة لتيار المستقبل، مع عودة الرئيس سعد الحريري للحكم صار فيه اول شيء مع انتخاب رئيس عون ومع عودة الرئيس سعد الحريري، صار فيه تاكيد انه خيار الدولي هو الخيار اللي عم يتقدم، مش خيار لا دولي. نعم. وبالتالي خيار الدولي هذا مصلحه البيئه الحاضنه لتيار المستقبل، مصلحتها بخيار الدولي. واليوم دوله الرئيس سعد الحريري مع البيئه الحاضنه لإله بوضع أحسن بكتير من وضع 2011. هلأ كل الأنظار متجهة ل 22 الجاري، حيث سيقوم رئيس حريري بزيارة إلى واشنطن. ومن باب الحديث عن هالزيارة، يتذكر الصحفيون ما حصل يوم دخل إلى البيت الأبيض للقاء رئيس أوباما، و
اعلنت يعني اعلن الوزير جبران باسيل تحديدا من الرابية استقاله حكومته بين الامس واليوم. دكتور سكريه، كيف هيك بتعمل مقارنه؟ هذا اللي عم بقره هلا، وضع البلد اليوم بخيار الدولي افضل ب 100 مره من وضع البلد بال 2011. نعم، وقتها كان في اجت حكومه رئيس مئاتي ومعروف القمصان السود ودورهم بوصول حكومه رئيس مئاتي. اليوم بعد أن انتفي الموضوع، بعد وصول رئيس عون للحكم وبعد وصول رئيس سعد الحريري للحكومة من جديد، وبعد حالة التحالف السياسي الفعلي بين البيئات الحاضنة لمشروع الدولة بلبنان، أنا بعتقد هاي كفيلة بأنها تمنع احتمال العودة لمشروع اللادولة أو مشروع الدويلة. شو بده يعني يقول الرئيس الحريري للأمريكيين، أو ماذا ينتظر أن يستمع هناك منهم؟ اليوم نحن بهالعالم يعني جزء منه. نعم. والأمريكان هن المحور الأقوى بالعالم، وبالتالي طبيعي ينشاف البيت الأبيض شو استراتيجيته بالمنطقة، استراتيجيته بالإقليم، بالوضع السوري، وبالتالي نحن وين رايحين مهم ينسمع وجهة نظر البيت الأبيض. هلا الرئيس سعد الحريري شو بيهمه؟ بيهمه لبنان طبعا، حماية لبنان من أي تداعيات أمنية لكل اللي عم يصير بالمنطقة. وهالشيء بعد أنا إنه الأمريكان والأجهزة الغربية بشكل عام كانت عم تتابع موضوع الأمن اللبناني وعم تقدم خدمات بهالموضوع. بتوافق يعني إنه اليوم الأمن مستتب بلبنان فقط بسبب وجود هذه المظلة الإقليمية والدولية؟ سببين. أولاً، أول سبب سياسي، انه بالبيئة الحاضنة لتيار المستقبل، نعم، قرار الخط الاعتدالي هو السيد، ما نسمح بخلق بيئة متطرفة. نعم. تواجه بيئة حزب الله، وبالتالي هذا اللي اساس بحماية السلم الاهلي. اثنين، دور الاجهزة الامنية اللبنانية كلها مدعومة من الاجهزة الامنية الدولية. كلنا بنعرف انه اعتقال ميشيل سماحة اجا بتعاون بين جهاز امني اوروبي وجهاز امني لبناني، وبالتالي نعم هالاجهزه الامنيه عم تلعب دور، وحمايه الجيش اللبناني ودعمه معروف انه بمطار في قاعده للامريكان عم تصير شوي شوي من خلال يعني وجود عسكري لدعم الجيش اللبناني. هالشيء رساله سياسيه لكل الاطراف بلبنان انه حدود التعدي على الجيش ممنوعه. خط الاعتدالي هو السائد، بتقول قديش هذا الخط سيقنع الناخبين بالانتخابات المقبلة، وكيف عم يتحضر تيار المستقبل لخوض هذه المعركة وبقية المواضيع بعد ما نتوقف مع أول فاصل.